كالعادة كنتلاقاو الفنانة المقتدرة المتألقة دائما على الساحة المغربية أستاذة أمل سقر مدينة مارتيل اللي شرفتنا بوجودها من خلال المهرجان الدولي ديال السينما في دورة 13. وبغينا نهضروا على مواضيع أخرى. من المواضيع اللي بغينا نثيروها هو الموضوع اللي خلق واحد الضجة من خلال الانترنت وهضر على طفلة وئام وكان عندها تدخل مباشر في هذه القضية أنها حلت واحد المعضلة اللي عزوا عليها مسؤولين كبار. أستاذة أمل شنو ممكن تقول الجمهور التطواني في هذه القضية؟ أنا كنت شفت الفيديو ديال وئام شفتها في فيسبوك ديك الساعة كانت نشرت بيوم اتصلت بالسيد يعني لقيت فين رقم ديال التليفون من تحت بعد ما تأثرت بزاف بالفيديو عيطت له قلت له واش كاين شي حد مكفل بالبنت واش يعني كاين شي غادير العملية ولا يعني باش نعرف الحالة ديالها بالضبط قال لي كاين وعود وما كاين حتى شي حاجة أكيدة فقلت له راه نعاود نعيط قطعت معاه وعاود اتصلت بالطبيب الدكتور تازي قلت له الطفلة وئام ما واش شفتيها واش فراسك شنو قال لي اه فراسي ولكن ماشي مشكل نيت كيفاش نقدروا نجيبوها قال لي اش قال لي جبالي مع 8 ديال الصباح قلت لي لا دكتور ما جبالك دابا فخديت السياره ديالي مع ديك 11 ديال الليل و انا وابن ديالي وطلعنا القنيطره وجبنا وئام دخلت ديك الساعه لاكلينيك مع 9 ديال الصباح النهار الثاني الصباح داروا لي الفحوصات ومن بعد فتحات العمليه دامت 7 ديال السوايع من بعد جا عندنا طبيب جد متاثر وقال لينا انا بصح ملي انا كنت بغيت هذا الشيء كله يكون يعني تكتم وصافي شي حد يخبر ولكن هذا الشيء اللي شفت انا في البيت يعني كل شيء تسكت عليه خص المجرم ياخذ الجزاء اذا بغينا نعرفوا واش امل سقر ما حاولتش في الاول كما توصلت بالحاله انها تواصل مع الزملاء ديالها الفنانين مع المعارف ديالها مع الناس اللي كتعرف انا ما فكرش الان اني نعيط للزملاء ديالي وعاد نتشاوروا نشوفوا اولا كان نهرش ديال الليل فما يمكنش نديرونجيهم في هذاك الوقت ثانيا ما بغيتش نضيع الوقت على ان المشاورات ويوم بعد يوم وعاد وثالثا من الطبيعي لان معيط للطبيب هو اللي يقدر في ديك الحاله هو اللي يقدر يداويها واذا كان هو اصلا عفوا عطاني لاكور ديالو انه غيفتح ليها يعني خصني ديك الساعه فكرت على انه البنت خصها تدخل خصها يتم الانقاذ ديالها كيف كان اسرع وقت وملي قال لي جيبيها مع 8 ديال الصباح ما قلت له لا راه جيبها لك دابا ما بقاش ما يمكنش نصبر حتى الغد ديال الصباح ما يمكنش نعم استاذه امل سقر كيفاش تلقيتي الردود ديال الافعال من خلال بعض المنابر الاعلاميه ومن خلال بعض الكتابات الفيسبوكيه اللي بغات تثير واحد القضيه ان امل سقر بغات تبان مع انك الحمد لله معروفه في الصعيد الوطني والمحلي والدولي باعمالك الفنيه وبخرجاتك الخيريه يعني لا حصر لها ما غنهضروش عليها طبعا نهضروا غير على الفن ديالك يعني راك معروفه يعني ما يمكنش انك تبان على 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 قبل واحد القضيه بواحد الطفله يعني شنو الراي ديالك في ما اثير واش نقول لك كاينين الناس اللي تفهموا كاينين الناس اللي شجعوني كاينين الناس اللي حبوا المبادره ووقفوا بجنبي وكاينين الناس اللي ما فهموش يعني حسبوا على انني بغيت نبان او بغيت نغتنم الفرصه بالالم ديال البنت باش نبين نفسي وهذا ماشي صحيح انا زعما ربي اللي شاهد حتى علاقتي مع البنت هي علاقه وطيده وعلاقه كنحسبها بحال بنتي يعني ماشي وكنظن بان حتى هي كتحس بهذا الشيء
والا ما كنتش غنقضي مع هذه المده كلها. هذه من جهه. من جهه اخرى ثاني كاين الناس اللي كاين شي وحدين اخرين فهموا على انني انا غير جيت وزرتها من بعد يومين من العمليه ومن اللي زرتها عاد كنتصور حداها. ما كانوش عارفين بانني انا من النهار الاول يعني بحكم تكتمنا في اول يوم بانني من الاول وانا معاها. فهذا كان مشكل. مي معليش هذا ما خصش يعجز الناس على انهم يبغيو ولا انهم يبغيو فعل الخير ويبغيو بعضياتهم ويوقفوا جنب بعضياتهم. نعم ماشي مشكلة. الخير ما سهلش. الخير ما سهل. انك دير الخير كل شيء هاد فماشي مشكل. وزيدون انا كنحس نفسي انا فقط سبب فقط ديك البنت باش انني كنت وسيطة ما بينها وبين داك الطبيب اللي هو حتى هو يعني هو دار دور كبير باش انه فتح ليها وقاد ليها الامور. من بعد العملية لاحظنا التضامن ديال واحد العدد كبير ديال الناس، تضامن ديال الفنانات، قمتوا بواحد الجمعية، عملتوا جمعية، خرجتوا في مسيرة بيضاء أو مسيرة في الشوارع ديال الدار البيضاء، كيفاش حسيتي من بعد؟ حسيت بالتشجيع وحسيت أنه الناس حتى هما قالوا بركة ما بقيناش بغينا الاعتداء الجنسي على الأطفال ديالنا. حسيت بنفسي إنسانة، حسيت بنفسي أم، حسيت بنفسي بأن كاينين الناس بزاف اللي بغاو هذا المشكل ما يبقاش. ولكن هو فقط بداية المسيرة، يعني الحمد لله المسيرة نجحت وجاو الناس بزاف وكل شيء، ولكن تتبقى هي فقط بداية. الطريق مازال طويلة طويلة بزاف باش أننا نوصلوا لذاك الشيء اللي حنا بغينا نديرو. خصنا نكملوا في هذا الشيء ونوقفوا بجنب بعضياتنا وما نبقاش نقول لا هاد الحاجه كتوقع غير للاخر. يمكن في اي لحظه أو في اي وقت في اي مكان توقع لاي واحد فينا. وخص يرجع داك الحوار اللي فقدناه للاسف بهاد التكنولوجيا اللي حنا كنعيشوها يوميا، سواء التلفزيون او الانترنت او التلفزيون، يعني الانترنت والتليفونات. مابقاش تواصل الحوار ما بين الزوج والزوجة ديالو، ما بين الأب والأولاد ديالو، ما بين الأولاد والآباء ديالو. يعني التربية كتلعب دور كبير. أكيد أكيد التربية هي المدرسة الأولى والمدرسة هي المدرسة الثانية، وحنا جيران كجيران حتى هو عندنا الدور ديالنا وعندنا الوقع ديالنا. فاحنا يعني نرجعوا داكشي اللي كنا عايشين فيه قبل. ما كتشوفش امل صقر ان التلفزه المغربيه بالرغم ما اثير من قضايا ديال الاعتداء الجنسي على الاطفال، واش التلفزه المغربيه او السينما المغربيه ما قدرتش تمثل شي مشهد من هاد المشاهد في الشاشه المغربيه، على الاقل تحسس دوك الاباء شنو كيوقع للاطفال ديالهم اللي هما صامتين وما كيحسوش بهم؟ اكيد السينما غادي تعاون بزاف. حنا كنعيشوا في بلد اللي عندنا واحد جوج كلمات طاغيين بزاف اللي هما اسكت حشومه ما تديرش. انا كنظن بركه من هاد الحشومه وبركه من هاد الصمت وبركه من هاد والسينما والتلفزيون يقدر يلعب دور كبير جدا في هذه النقطه هذه بالذات. فخصنا حنا بدينا بمسيره ومن بعد غادي يبداو برامج، من بعد غادي يبداو برامج الحمد لله كاينين، يعني بداو الصحافه تكلمات البرامج تكلموا، من بعد غادي يجي ربما فيلم او مسلسل اللي غادي يبين هذه الحقيقه ديال اللي حنا كنعيشوها يوميا واللي مسكوت عنها. فكنتمنى انه هذا الموضوع يهم يعني الناس اصحاب السيناريو ويهم المخرجين باش يكون واقع اكبر ويعطي نتيجه اكبر. امل صقر موجوده في الساحه الفنيه بلا منازع، موجوده في الصحافه، موجوده في الانترنت، موجوده كذلك من خلال الصفحه ديالها الشخصيه عبر الفيسبوك واللي غتظهر لكم في اشفل الشاشه.
واللي غادي تقدروا انكم تواصلوا معها في اي وقت. امل ساقر كيفاش كتنظر لعمليه الانتحال الشخصيه داخل الشبكه العنكبوتيه؟ شنقول لك هي من خصوصا ان اذا دخلنا الفيسبوك كنلقاو اذا عملنا امل ساقر كنلقاو واحد مجموعه ديال البروفيلات اللي كتمثل شخصيتك وكتمثل صورك وكتهضر باسمك بعض الاوقات. شنقول لك انا اللي تكلمت مع بعض من هاد الناس اللي دايرين هاد المواقع يعني بالاسم ديالي والصور ديالي وكل شيء. كاينين اللي بعض منهم شباب رجال ولاد، كاين بعض منهم معجبات اللي كيتمنوا على انهم يعني يكتبوا بحالي او يتواصلوا معايا دايرينها فقط عن حب. انا كنقول لهم انا كنفضلهم يكونوا كيف ما هما، نعرفهم كاشخاص كيف ما هما بسميتهم الحقيقيه بالتفكير ديالهم بشخصيتهم كيف ما هي. يعني كل واحد داير المسار ديالو اي مهنه كيف ما كانت، فنقدروا نحبوا فنان ونبغيو ان الفنان يكون بحاله، ولكن ناخذوا قدوه، ولكن نحتفظ بشخصيتي ونحتفظ بالاسم ديالي ونحتفظ بنفسي بكيان ككيان. هذا هو الميساج اللي كنقول لهم، ونتحملوا مسؤوليه اي حاجه حنا كنديروها او كنقولوها او كننشروها. كنشكركم، كنشكر الموقع ديالكم شمال الان، وشكرا للاستاذ دادي، ومسيرة موفقة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.